تعالوا نروح لخبر مهم. يعني انا لما قريت الخبر الحقيقه طبعا بحيي محافظ يعني محافظه البحيره على هذا الخبر، وهو اعلان اللواء هشام عبد الغني انه يعني تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتغيير اسماء شارعين في دمنهور. بس هو انا طبعا انا بحيي جدا سياده المحافظ، وهو لسه محافظ متولي مسؤوليته جديده، لكن بنتكلم انه كان في شارعين في دمنهور فيهم اسم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية وسيد قطب الفكر القطبي التكفيري المرجعي الكبير للإرهاب. انتوا تخيلوا يا جماعة ان احنا كان لسه عندنا شوارع بتحمل اسماء هؤلاء. المحافظ فعلا خاطب الجهات المعنية بالبيانات عشان يتم تغيير اسم الشارع في بطاقات الرقم القومي حتى بالنسبه للافراد اللي بيسكنوا في هذه الشوارع، اللي الناس مش عارفه يعني ازاي كانت عايشه في شوارع بتحمل هذه الاسماء، وفواتير تحصيل الكهرباء وماء الشرب والصرف الصحي. وده بعد ما اتعلقت اليافطه الجديده للشارعين اللي بقى اسمهم واحد باسم المستشار عدلي منصور والتاني باسم المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله. مش بس كده، المحافظ قرر ان هو يراجع اسماء كل الشوارع اللي بتحمل اسماء قيادات جماعه الاخوان الارهابيه عشان يتم تغييرها باسماء الرموز، سواء كانوا من ابناء المحافظه او شهداء القوات المسلحه المصريه والشرطه في حرب اكتوبر او شهداء مكافحه الارهاب. الجميل اللي احنا لازم ناخد بالنا منه ان قرار المحافظ ده جه استجابه لمواطنين من البحيره قدموا طلبات وشكوى عشان يغيروا اسماء ورموز الارهاب اللي موجود على شوارعهم، وده اللي خلى المحافظ يستجيب ليهم بعد ما جه طبعا في الخبر اللي نشرته الدستور انه المحافظ قرر ان هو ياخد المبادره دي كمان ويراجع اسماء كل شوارع المحافظه. يا ترى الموقف ايه بالنسبه لباقي المحافظات؟ يعني هل حد من حضراتكم اللي بيسمعنا في اي محافظه تانية في عنده شوارع متسجله باسامي قاده ومؤسسي الارهاب في مصر؟ يعني هل هيحصل تحرك من المحافظات والمواطنين على غرار ما حدث في البحيرة، ولا هنستنى طلبات وشكاوي من الناس اللي بيقولوا لا يا جماعة أنا ما أقبلش إن الاسم ده يكون في بطاقتي، أو ما أقبلش إن أكون ساكن في شارع وابني أو بنتي يطلعوا حافظين الدرس بتاع الإرهاب؟ ساكن في ده طول النهار ساكن فين يا ابني؟ ساكن في شارع حسن البنا. ساكن فين؟ مدرسة ايه لو فيها مثلا مدرسة؟ أو لو فيها مثلا أي حاجة؟ أو لو يعني أي شيء. عشان كده بجد احنا عايزين نضم صوتنا لصوت محافظ البحيرة في كل المحافظات. واحنا معاكم هنا، ممكن تبعتوا لنا على فكره اسامي الشوارع دي، ممكن تبعتوها لنا على صفحتنا على صفحه البرنامج على الفيسبوك، ابعتوا لنا اسامي الشوارع بجد اللي موجوده في محافظات او قرى مصر لسه بتحمل اسماء رموز ارهابيه بهذا الشكل، حسن البنا وسيد قطب. انا ما تخيلتهاش بصراحه، انا بعترف بجهلي، اكيد احنا مش حافظين كل شوارع الجمهوريه يعني، وهتلاقيها مش حافظين اسامي كل شوارع الشوارع الرئيسيه او الشوارع اللي جنب البيت اللي احنا بنتعامل معاها. لكن بكل تأكيد بما انه طلع في دمنهور واحنا بنتكلم في 2018 بعد كل اللي احنا شفناه ده شوارع باسم دول، يعني عدى كل الرؤساء وكل المحافظين على الشوارع دي ومتغيرش اساميها.